halkani aan ku suganahay waa barxadda weyn ee Firdowsbaak ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxa halkani iga dambeysay lagu oogay salaada jimcada halkaas oo ku kala isku yimaadeen dad aad u tiro badan waxa halkani ee salaada qudbada ee run aanti bixiyay ama soo jeediyay mid kamida culimada ka imaaday ee dalka ee walaalaha aanahay dhibaateysan ee reer Falastiin oo ugu duceeyay walaalaha reer Falastiin ay dhibaatooyinka haysto waxa halkani ka soo qayb galay boqolaal shacab ah kuwaas oo ka kala yimid magaalada Johannesburg xafada Soomaalida ee Mafia iyo waliba nawaaxigeeda run ahaantii intii qodobada la akhriyay ayaa wajidooda waxa laga dheehanayay murugo iyo waliba inay la dareemayeen ee la daqareen walaalahooda reer Falastiin waxa wali socdo qaban qaabo loogu aruurinayo dhaqaalo walaalahan dhibaateysan ee reer Falastiin أقول تصفق بل أقول مدعوة إلى أن تكبر وتهلل للمجاهدين في غزة حتى ينصرهم الله الله أكبر الله أكبر قدم هذه الصورة المشرقة لجهاد المسلمين في غزة العزة اليوم غزة تبعث برسائل إلى الأمة على أننا جزء منكم ولكن قدرنا أن نحمل رأس الحربة في الجهاد في سبيل الله. نعم الجهاد النظيف الجهاد الذي يعبد الطريق للتحرير لتحرير قدسنا وأقصانا ولذلك إخوانكم في غزة العزة سموا غزوتهم بطوفان الأقصى. لماذا طوفان الأقصى؟ لأن الأقصى هو شقيق الكعبة المشرفة، لأن الأقصى عقيدة الأمة ليس عقيدة الفلسطينيين. إلش كده وأنا هيو أيام دريوي على الحموية واللوية نبي عسيش عليه الصلاة والسلام وما ده سوكي يرندونا سيد حارض اللي سوي يدو كل قصيد عونا يان حين رسول الله من قلة يا رسول الله وأن يرنا ميا ما يواد فربدينتين بليون إيه كبدن باتين غثاء كغثاء السيل باتين من صلى الله عليه وسلم داد حر حنبو ابر نثين وسيشة النبي صلى الله عليه وسلم وحسائدين قالينا وحاويان الوهن كراهية الموت وحب الدنيا مركب ولا ليال وحن قوان كالروام حي شو ديم قال سود افريكانا يا ساو تاغن عمدي وات بلستاين كو عاد عاد بان اركا هي وقاقاون او بلستاين كو هي اتليست واسكوتين ويتو سين ادونكا ودل يرى عين تام عادي ديغنين بين ادم نمي دريمين وها ماشا كسو عبادي و جينوسايد و امتحان وي و امد لحلاقة هي لا ترتلا هي وي والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بمجمرة الله سبحانه وتعالى ما مسكن ودالو عند زينس سبسبن الله سبحانه وتعالى سلاسين عند زيهم كفلسطينيان وندموت جون لمقوم بمسب سباتن الله سبحانه وتعالى ما مسكن ودالو الحمد لله رب العالمين بمكت ألم إهنن بروجرام لازجاجو دفع أنا بلو إهنن بروجرام لمازجاجت بزول لفو درجة توش باتك علي بتلي ميفير واتاتوش جماعة كلب ما مسكن ودالو يزيح بروجرام واننيا علامة فلسطينيان وندموش ويم فلسطين فلسطين وندموش اتشنن لمردات كنسو قن لمقومنو زاري علم هلو لنسو جربا ستوبا لبت انيا كغونا تشونن لنلاتشونو زي متانو مالتنو والله فتح بتام بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم اليوم
اليوم العيد الأسبوع، اليوم يوم الفرحة، ونحن وأنا أمثل الشعب الصومال في أنحاء العالم، خاصة الجالية الصومالية في جنوب إفريقيا، وأنا أرحبكم في أهل فلسطين والعلماء الزعيم أحمد العمراني في هذا البرنامج. نرحبكم محبة في القلب، وأنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التحية أصلها ثابت وفرعها في السماء، التحية أهل الإسلام والإيمان، وتحية أهل الجنة، ونحن نحب أهل فلسطين. عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وكهر لي مقع إيجا إيو مقع ميفا مسلم يوث وان اوف ذا دايركتور وحان هلكان اوغا مهاد علينا يا جاليه الصوماليه دمانتيد كسو قيب غشاي برامجكي مانتي ان جمعه بري مس جمعه بري ان كنت كنينا هلكان او لوغو دونيد غرين هي ولالهان فلسطين يو ولالكين شي احمد العمري او مرتين نو اهاي سي غود يا سيغارا جاليه دنا ما وحان لاي وما هسنتين وبرامج وباهن اللي قوة قيب قاتوا ولا لين ري فلسطين دبات تدا يكوجيران عبد الرشيد حسين كراش راضي هي تي في قشبة اللي مقالة دا جوهانس بيجا دلك كونفر أفريكا أبك ده بلاس ولجوج سمية هبكيو عشر سنة وعد هاد ده الملك وده هلي كرتا لما أنا دقي ده ده بشيل جروب أديكو استعمال يا أبليكيشن كده بلاس وادقي ده راد لجوج سوكردي كوبيحي كو يبسكو كايتسو ده بلاس هبكو عصر السن إياد كو معمولان كرتو العقد هذا.